لورا. كوني اتجاه الكرتي مع الفريق فريق الوداد. كرتي بجهه اليسرى يبحث على المرور بطريقه شميله. الكرتي كيدخل من عمليه فرصه. لاعب وسط الميدان سفيان قادوم عبد الطيف النصير. الاعتماد على الكرة الطويلة، الوصول لمعترك مالك إيبولك على الكرة. الهدف الفعلي. فهد الأحمدي تلعب الكرة بشكل سريع بحث الراسية. افتشاه كريم البركاوي. وصلت اللاعب ديال فريق النادي القريطري. هذه محاولة فرصة الحكم. فرصة خطيرة. جول. بضربة رأسية كرة عند اللاعب بكاري كوني باتجاه اللاعب فال عبدو. هو خطر على مرمى فريق الجيش الملكي. فال عبدو وهناك رد الهجوج وضرب رأس اللاعب. ولا أجمل تمريرة اللاعب. نحن كمعلقين وكما جاء على لسان المستشار دي رئيس الجامعة على أن المعلق من خلال هذه محاولة خطيرة لفريق النادي القنيطري. قلت شيبي غير يبحث على العرضية والتمرير. تمرير لبامنصور لاتشي. يربح الراتية الروسية. فرصة خطيرة. الزواغي هذه محاولة خطيرة لبعيدة فريق النادي القنيطري. فال شوط يعمل كيسداد دائما خطيرة دائما لعب الفتح كوسط ميدان دفاع. المسكيني للمناصفي. يحتفظ بالكرة. أوه. يمرر محاولة خطيرة. ضرب الجزاء ما كاينش. الحب نعيم أعرب. كرة للسنغالي ديلالي فال الذي يبحث عن التخلص من رقابة مدافع المغرب التطواني. كان تدخل ديال يوسف رابح. فال عبدو الدخول ديال فال عبدو ولكن اكيد بانه عائق اخر هو الملعب الان لانه ملعب اصبح يعني ثقيل وفيه العديد من البرك المائيه اللي اكيد تعيق اللاعب على اي الكره في الجهه اليمنى. فريق النادي القنيطري الابعاد من الترابي وسط الميدان للحسنيه. تمريره ضايعه اكثر من التمريرات الخاطئه من جانب اللاعبين ديال فريق الحسنيه. تلعب من عادل المسك. كيرفع الكره رشيد بروات راسيه ومره اخرى التدخل ديال الدفاع عبد الرزاق البناصفي كيغير اتجاه ديال الكره في الجهه اليسرى. تواجد